أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يحلل في الأشياء فيقال هو فيها كائن، ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا رب البيت الحرام، يا رب الشهر الحرام، يا رب البلد الحرام، يا رب الركن والمقام، يا رب المشعر الحرام، يا رب المسجد الحرام، يا رب الحل والحرام، يا رب النور والظلام، يا رب التحية والسلام، يا رب القدرة في الأنام. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نبدأ البحث في ذكر ما قاله الكوثري لابن القيم في تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم في تكملة الرد على نونية ابن القيم. قال الكوثري رحمه الله: إن ابن القيم كلما تراه يزداد تهويلا وصراخا باسم السنة في كتابه هذا، يجب أن تعلم أنه في تلك الحالة متلبس بجريمة خداع خبيث، وأنه في تلك الحالة نفسها في صدى التلبيس ودس شنيعين، وإنما تلك التهويلات منه لتخدير العقول عن الانتباه لما يريد أن يدسه في غضون كلامه من بدعه المخزية. وفي رسالة الذهبي لابن تيمية واتهام ابن تيمية بالزندقة واتهام اتباع ابن تيمية بالزندقة، قال له: يا خيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة والانحلال، والله في القلوب شكوك، إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد. وكان الكلام في الأسطورة 35 الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان، الأمر 7 الطوسي والعلقمي والخليفة وهولاكا والمؤامرة. وصلنا إلى النقطة 4 هولاكا وجينكس خان والمغول والتتار، وكان الكلام في موارد. وصلنا إلى المورد 5 الذهبي سيرة أعلام النبلاء، الجزء 16 الكتاب 16 المجلد 16 من صفحة 379 إلى صفحة 385. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول الذهبي: المستعصم الخليفة الشهيد واستخلف 40، وكان يلعب بالحمام وفيه حرص وتوان، وفي 41 و600 عاثت الخوارزمية بقرى الشام وصالحت التتار صاحب الروم على 1000 دينار، التتار صالحوا صاحب الروم وصالحت التتار صاحب الروم على 1000 دينار وفرس ومملوك وجارية في كل نهار. أقول الخوارزمية ليسوا شيعة ولا روافض، وليس معهم ابن العلقمي الشيعي، فهل هم أبناء علاقم تيمية؟ أبناء تيمية، أو حركهم ابن علقمي تيمية فخرب بلاد المسلمين بأيديهم، فخربوا بلاد المسلمين وقتلوا وسبوا وأسروا المسلمين وأسروا العباد المسلمين، وصالحت التتار صاحب الروم على 1000 دينار، أي التتار صالحوا صاحب الروم، صالحوا السلطان المسلم صاحب الروم، صالحه على أي شيء؟ على 1000 دينار وفرس ومملوك وجارية في كل نهار. ففي الوقت الذي خربوا قد خربوا فيه بلاد المسلمين وقتلوا وسبوا وأسروا العباد المسلمين، فإنه قد صالح التتار وصاروا يدفعون لهم الجزية بكل ذلة وهوان وصغار، أي بدل
الدفاع عن المسلمين وحياضهم وأراضيهم وأعراضهم وأرواحهم، فإن أبناء التيمية قد ذلوا أنفسهم للتتار ودفعوا لهم الجزية. فإذا كانت الأحكام حسب منهج ابن تيمية والمنهج التيمي قد تغيرت من دفع المشركين غير المسلمين أهل الكتاب الكفار من دفعهم الجزية إلى المسلمين، تغيرت أحكام ابن تيمية، تغيرت أحكام الإسلام على يد المنهج التيمي، فصار أئمة وخلفاء المسلمين هم من يدفع الجزية إلى الكفار ولعشرات السنين ولمئات السنين. إذن فالجزية الآن يتحدث عنها ويقول بها ويجرم بها الدواعش المارقة أبناء تيمية، ليفهموا ليصل إليهم أن ابن تيمية قد غير المنهج، قد غير الأحكام، فصار المسلم هو الذي يدفع الجزية لغير المسلم، وهم من أتباع ابن تيمية وعلى المنهج التيمي وعلى منهج أبناء التيمية. فأي جزية يتحدثون عنها في هذا العصر؟ يخمل الذهبي يقول: ودخلت الفرنج القدس ورش الخمر على الصخرة، ودخلت الفرنج القدس ورش الخمر على الصخرة وذبحوا عندها خنزيرا وكسروا منها شقفة. سبحان الله، أين خليفة المسلمين وأين حكام وملوك وسلاطين الدولة الصلاحية القدسية مما وقع على القدس والبيت المقدس؟ وفي سنة 42، لاحظ كيف نسير مع الأحداث من سنة إلى سنة أخرى حسب ما نحتاج من مقتبس يخص البحث، وفي سنة 42 كان حصار الخوارزمية على دمشق في خدمة صاحب مصر. لاحظ، يوجد تآمر فيما بينهم، يوجد تقاتل وحروب ومعارك وصراعات وتنافسات كما يحصل الآن، صراعات بين السياسيين، بين الأحزاب، بين الكتل، بين التوجهات، بين القوميات، بين الإثنيات، بين الطوائف، هذه تتصالح مع هذه وتتآمر على الأخرى، وهكذا فيما بينهم، وكل منهم يعطي الولاء لهذه الجهة أو لتلك الجهة، لهذه الدولة أو لتلك الدولة، لهذا التنظيم أو لذاك التنظيم، يتحالف مع الشيطان هنا ومع الشيطان هناك، مع إبليس هنا ومع الأبالسة هناك. نفس الصراعات تتكرر بأثواب وبهيئات جديدة وتتناسب مع هيئة العصر وصيغة العصر ولغة العصر. يقول: وفي سنة 42 كان حصار الخوارزمية على دمشق في خدمة صاحب مصر، واشتد القحط بدمشق، ثم التقى الشاميون ومعهم عسكر من الفرنج والمصريون ومعهم الخوارزمية. لاحظ، إذن هنا الشاميون تحالفوا مع الفرنج، مع الكفار، ضد المصريين والخوارزمية، ضد المسلمين. ثم التقى الشاميون ومعهم عسكر من الفرنج والمصريون ومعهم الخوارزمية بين عسقلان وغزة، واندك صاحب حمص ونهبت خزائنه وبكى وقال. لاحظ، هذا الشامي، هذا السلطان الشامي، هذا السلطان القدسي، اندك ونهبت خزائنه وبكى وقال: قد علمت بأننا لا نفلح لما صرنا تحت الصلبان. إذن أي صليب وأي صلبان يريد الدواعش كسرها، وها هم أئمتهم، ها هم سلاطينهم، ها هم خلفاؤهم وأئمتهم وفقهاؤهم يسيرون تحت الصلبان، يقاتلون تحت راية الصليب. فأي أكذوبة وأي نفاق وأي خرافة وأي شعارات أسطورية فارغة يرفعها الدواعش المارقة أبناء تيمية، هؤلاء هم أئمة المارقة، أئمة الدواعش، التزموا بما فعله أئمتكم وخلفاؤكم وفقهاؤكم ودولتكم القدسية، و
دولكم نصف القدسية ولا قدسية. يقول: وبكى وقال: قد علمت بأننا لا نفلح لما صرنا تحت الصلبان. واشتد الحصار على دمشق. إذن سلاطين الدولة الصلاحية القدسية المسلمون يتحالفون مع الفرنج ضد المسلمين الخوارزميين المتحالفين مع المصريين. إذن هذا يتحالف مع الفرنج ويعطي الجزية للفرنج حتى يدافع عنه الفرنج، وذاك يتحالف مع المغول ويعطي الجزية للمغول حتى يدافع عنه المغولي، حتى يسنده المغولي، حتى يسكت عنه المغولي، حتى يتصرف المغولي ببلاد الإسلام وبلاد المسلمين كيف يشاء ومتى يشاء. وتحالف الخوارزميون مع سلاطين الدولة الصلاحية في مصر ضد سلاطين الدولة الصلاحية في دمشق في الشام، فوقع القتال وتزهق الأرواح وتسلب وتنهب العباد والبلاد. وفي كل هذا أين ابن العلقمي يا ابن تيمية؟ وما رأيكم يا أمة المارقة بهذه العمالة والخيانة الصلاحية للإسلام والمسلمين؟ هؤلاء يقاتلون تحت راية الصليب الفرنجي، وأولئك يقاتلون تحت راية الوثن المغولي. فأي صليب تتحدثون عن كسره يا مارقة يا دواعش يا أبناء تيمية فيما صار أئمتكم وخلفاؤكم وفقهاؤكم يسيرون تحت راية الصليب وراية الوثن؟ يكمل الذهبي: ومات الوزير ابن الناقد، فوزر المؤيد ابن العلقمي وأستاذ الدار والأستاذ دارية لمحي الدين ابن الجوزي. مات الوزير ابن الناقد، فصار ابن العلقمي وزيرا، وصارت الأستاذ دارية أستاذ الدار لمحي الدين ابن الجوزي. أقول: لاحظ أن ابن العلقمي لم يكن وزيرا قبل أن يصير وزيرا في سنة 642 هجري، فلم يكن له أي دور تنفيذي أو استشاري في عملية المؤامرة والانقلاب على خفاجي واغتياله وتضييعه، وليس له أي دور في تنصيب الخليفة المستعصم الذي لا يصلح لأن يرعى بضعة أغنام، فكيف بشعوب الإسلام وبلدانها؟ ولا دور لابن العلقمي في تمكن الدويدار والشرابي والمماليك السلاجقة وسيطرتهم على مقاليد الحكم في بغداد، وبالتأكيد لا دور له في زمن خلافة المستنصر، فيكذب كل من يدعي خلاف ذلك. وفي سنة 45 أي 645 هجري يكمل الذهبي يقول: راح الصالح إلى مصر وخلف جيشه يحاصرون عسقلان وطبرية، فافتتحوهما، وحاصر الحلبيون حمص أشهرا، وتعب صاحبها الأشرف فسلمها وعوض عنها بتل باشر في سنة 6 أي سنة 646. وفي سنة 7 أي سنة 647 هجمت الفرنج دمياط في ربيع الأول، فهرب الناس من الباب الآخر وتملكها الفرنج صفوا عفوا بدون قتال، يتقاتلون فيما بينهم ويتآمرون مع الفرنج ومع المغول، ومع هذا يغدر بهم الفرنج والمغول ويأخذون منهم البلدان، وهم بدون أي حراك، وهم أذلاء، وهم عملاء، وهم خونة. هؤلاء هم أئمة الدواعش المارقة. واستهلت سنة 8 أي سنة 648 هجري، وفيها استولى صاحب حلب على دمشق، ثم سار ليأخذ مصر وهزم المصريين، ثم تناخوا وهزموه وقتلوا نائبه، واستولى لؤلؤ على جزيرة ابن عمر و
وقتل مالكها في سنة 9 أي سنة 649 هجري. وفي سنة 50 أي 650 هجري أغارت التتار على ميا فارقين وسروج وعليهم القائد كشلوخان المغولي. وفي سنة 54 أي 654 وفيها سار الطاغية هولاكو ابن تولي بن جنغس خان في 100,000 وافتتح حصن الألموت وأباد الإسماعيلية وبعث جيشا عليهم على هؤلاء جيش القائد باجونوين فأخذوا مدائن الروم أي في تركيا وذل لهم صاحبها وقتل خلق كثير. لاحظ أنا أتيت بهذه المقتبسات حتى نعرف حركة المغول، تصرف المغول، قرارات المغول، قوة المغول، قوة التتار، تآمر وأمانة حكام المسلمين وسلطة المسلمين للمغول وللفرنج، حال حكام المسلمين، حال المسلمين في ذلك الزمان، بعض النقاط، بعض الإشارات مما حصل في ذلك الزمان وما ذكره المؤرخون. أقول غزا المغول إيران وتركيا وأجزاء من العراق والشام وما وراء إيران وما وراء النهر إلى الصين، وصلوا إلى العراق وأخذوا المدن من العراق ومن الشام. فهل كانت بغداد في مأمن من غزوهم وخارج حساباتهم حتى يحتاج قرارهم غزو بغداد وتحركهم لبغداد إلى تغيير ابن العلقمي لذوي العقول؟ وفي سنة 55 أي 655 هجري مات صاحب مصر الملك المعز أيبك التركماني، قتلته زوجته شجر الدر أو شجرة الدر في الغيرة. التفت، لا يوجد أي مشكلة عند المارقة دواعش التدليس من شجرة الدر الخائنة الغادرة لأنها من الدولة الصلاحية القدسية وصارت سلطانة وملكة وأميرة مؤمنين وخليفة الله وخليفة رسوله. لا يوجد غدر، لا يوجد خيانة، لا يوجد قتل، لا يوجد معصية، لا يوجد خيانة زوجية، لا يوجد عقوبة. هو سلطان وأمير مؤمنين وهي سلطانة وأميرة مؤمنين، هو خليفة وهي خليفة، هو مفترض الطاعة وهي مفترضة الطاعة. وضاعت الأحكام وضاعت العقوبات وضاع القصاص. فعن أي حدود وأي قصاص يتحدث دواعش هذا العصر؟ وهؤلاء هم أئمتهم في الدول القدسية المقدسة عند ابن تيمية. وجرت فتنة مهولة ببغداد بين الناس في سنة 655 هجري. يقول وجرت فتنة مهولة ببغداد بين الناس وبين الرافضة، بين الناس وبين الرافضة، وقتل عدة من الفريقين وعظم البلاء ونهب الكرخ، فحنق ابن العلقمي الوزير الرافضي وكاتب هولاكو وطمعه في العراق. أقول معجزة تيمية كبرى في إثبات علمهم بالغيب، حيث كشفوا للعالمين جميعا أن هولاكو الوديع الوسيم اللطيف الرحيم الصالح المصلح لم يكن يخطر على باله أبدا غزو العراق وبغداد وإسقاط خلافتها، حتى غير فكره ومخططه وعزمه وتحركه ابن العلقمي. فاستجاب هولاكو لابن العلقمي فجأة وبدون تردد ولا أي نقاش أو استفسار. يكمل يقول فجاءت رسل هولاكو إلى بغداد وفي الباطن معهم فرمانات لغير واحد. فجاءت رسل هولاكو إلى بغداد وفي الباطن معهم فرمانات لغير واحد، لأكثر من شخص، لأكثر من رمز، لأكثر من عالم، لأكثر من فقيه، لأكثر من مسؤول، لأكثر من مملوك، معهم كتب من هولاكو، أوامر
مغولية، سلطانية مغولية، تعيينات، مؤامرات، طلبات، والخليفة لا يدري ما يتم. الذهبي يقول كل ما حصل، يقول والخليفة لا يدري ما يتم. وصاحب دمشق شاب غر جبان، فبعث ولده الطفل مع الحافظي بتقادم وتحف إلى هولاكو، فخضع له. ومصر في اضطراب بعد قتل المعز، وصاحب الروم قد هرب إلى بلاد الأشكري، فتمرد هولاكو وتجبر، والكلام الذهبي، فتمرد هولاكو وتجبر واستولى على الممالك، وعاث جنده الكفرة يقتلون ويأسرون ويحرقون. أقول ذكرت كل تلك الأسباب يا ذهبي وفرعت عليها تمرد هولاكو وتجبره، فلماذا استثنيت بغداد من هذه القاعدة والأسباب التي أدت إلى استيلاء هولاكو على البلدان؟ أو أنك غفلت هنا عن أن ابن العلقمي هو الذي رغب وحث هولاكو على غزو تلك البلدان كلها؟ يكمل الذهبي يقول ودخل سنة 6 أي 656 هجري، فسار عسكر الناصر وعليهم المغيث ابن صاحب الكرك ليأخذوا مصر. لاحظ الصراعات فيما بينهم، وكل هذا الفشل، وكل هذا البؤس، وكل هذا اليأس، وكل هذه الصراعات والخيانة والعمالة والتحالفات مع الكافرين ومع المشركين ومع الفرنج، وكل الفشل يرموه برأس وبرقبة وعلى عاتق ابن العلقمي. إذن ما هذا الشعب، ما هؤلاء الحكام، ما هذه الشعوب التافهة الفارغة التي سقطت وانهارت وتدمرت وأخفيت من الوجود وانقلبت رأسا على عقب بسبب رجل، بسبب صورة لا تهش ولا تنش، بسبب إنسان جامد، بسبب إنسان لم يقدم لأهله، لعشيرته، لطائفته ولو الحد الأدنى من العطاء. إنسان قد تمرد على نفسه في التعامل والعمل مع الحكام الظالمين والحكومات الفاسدة. هذا الإنسان التافه استطاع أن يحطم الدول الإسلامية والسلاطين الإسلامية وأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين. ما هذه التفاهة؟ ما هذا القول الفارغ؟ ما هذه العقول الفارغة؟ إن قبلتم أن المسلمين وأئمة المسلمين وقادة المسلمين وأئمة أبناء تيمية وابن تيمية وكل المارقة وفقهاء المارقة المدلسة كلهم قد لعب بهم وضحك عليهم واستخف بهم ابن العلقمي، وانتهت هذه الدول وانتهى الإسلام على يد هذا الإنسان البسيط الوحيد الفارغ المكبل مسلوب الإرادة. لاحظ، خرافة في خرافة، روزخونية في روزخونية، أسطورة في أسطورة. يكمل يقول ودخل سنة 656 هجري، فسار عسكر الناصر وعليهم المغيث ابن صاحب الكرك ليأخذوا مصر، فالتقاهم المظفر قطز وهو نائب للمنصور علي ولد المعز بالرمل، فكسرهم وأسر جماعة أمراء فضرب أعناقهم. التفت أمير صلاحي وولي أمر المسلمين يأسر أمراء صلاحية وأولياء أمور المسلمين فيضرب أعناقهم. وسؤال من ابن تيمية إلى ابن العلقمي، لماذا فعلت هذا يا ابن العلقمي؟ ففرقت بين السلاطين المقدسين فضرب بعضهم رقاب بعض، للعقول المتحجرة. وأما هولاكو فقصد بغداد، والكلام للذهبي.
وأما هلاك فقصد بغداد فخرج عسكرها إليه فانكسروا. وكاتب لؤلؤ صاحب الموصل وابن سلايا متولي أربل أي متولي أربيل كاتبوا الخليفة سرا ينصحانه فما أفاد. إذن كاتبوه فما أفاد كما قال المغول أبله. هذا هو إمام التيمية وخليفة التيمية السلفي، خليفة أبناء التيمية السلفي. يقول وأقبل هولاك في المغول والترك والكرج ومدد من ابن عمه بركة ومدد من عسكر لؤلؤ عليهم ابنه الملك الصالح، فنزلوا بالجانب الغربي وأنشأوا عليهم سورة. وقيل بل أتى هولاك البلد من الجانب الشرقي. لاحظ هنا فقط أيضا هذا التعليق، لاحظ ماذا معهم المدد. يقول ومدد من ابن عمه بركة. أين أتوا؟ إلى بغداد، لحصار بغداد. مدد من ابن عمه بركة. تذكرون ما ذكرنا في البحوث السابقة؟ ماذا قلنا وماذا طرحنا؟ تذكرون السنتين بين منع بركة ابن عم هلاك للتحرك إلى بغداد ونحو بغداد وعندما مات تحرك هلاك. تذكرون هذه الأكذوبة، هذه الأسطورة؟ قال حصلت جريمة، وقعت جريمة ومجزرة على الشيعة، فحنق ابن العلقمي فراسل هولاكو فتحرك هولاكو فاستوقفه ابن عمه بركة الذي صالح وصادق الخليفة، فقال له إذا لم ترجع سأقاتلك. فرجع هولاكو، وبعد عامين عندما مات ابن عمه بركة تحرك هولاكو نحو بغداد بعد سنتين. فسألنا هناك وقلنا أين السنتان؟ لاحظ هنا الذهبي يكذب تلك الأطروحة من منهج ابن تيمية وعلى منهج ابن تيمية. إذن يقول يوجد مدد من ابن عم بركة أتى معه لأكل حصار بغداد ولإسقاط بغداد والخلافة والخليفة. فأين السنتان وأين موت بركة وبعده تحركه لأكل نحو بغداد؟ أكاذيب في أكاذيب. لاحظ كل من يأتي في باله يجلس كما الآن يجلس أهل السياسة، أهل الإعلام، المرتزقة، المرتزقة، ما يسمى بالمحللين، ما يسمى بالأخصائيين، الأساتذة، الدكاترة، البروفيسورية، العباقرة، الخبراء، كما الآن يجلسون ويدلسون. كل منهم يأتي بخزعبلة، بروزة خونية، ميلا إلى أموال هذا أو واجهة هذا أو التزلف لذاك أو لتأمين معيشة أو إقامة أو وجود أو حياة، لخوف من هذا أو خوف من ذاك، لدافع طائفي أو قومي أو إثني أو قبلي أو مناطقي، وهكذا. كل منهم يأتي بقصة من قصص العجائز وسالفة من سوالف العجائز، ويسمى بالمحلل والخبير الاستراتيجي. وكما هو الآن في واقع الحال، الآن في واقع الحال ليشير أحد الأشخاص إلى حاكم من حكام العالم، إلى حكومة من حكومات العالم، وأقصد الحكومات ذات الخصوصية والشأن والمدخلية والأقربية والعربية والإسلامية والمناطقية والإقليمية والدولية، ما عدا مواقف محدودة نادرة من هذه الدولة ومن تلك الدولة من أجل المكسب والكسب السياسي، وحصلت على المكاسب من المقابل فسارت العملية كما يراد لها من غزو للعراق. من الدول اعترض؟ من الدول أعرض ذلك ووقف في وجه الغزو الأمريكي الغربي للعراق؟ من العمائم الإسلامية بكل الطوائف؟ ماذا فعلت الشعوب للشعب العراقي؟ ماذا فعلوا للحكومة العراقية السابقة التي كانت تقتطع من الشعب العراقي، تقتطع الأموال، تقتطع الغذاء، وتعطي لباقي الشعوب، وتعطي للحكومات، وتعطي للأحزاب، وتعطي للحركات والمنظمات؟ ماذا حصل؟ الكل تخلى عن العراق، الكل تخلى عن الشعب العراقي. لا
لكن الآن لاحظ، عندما تريد أن تقرأ، عندما تريد أن تحكي، عندما تريد أن تقول، ما هو الرد؟ ما هو الكلام؟ ما هو التحليل؟ من هو السبب في احتلال العراق، في غزو العراق، في هلاك ودمار العراق، في دخول المحتلين إلى العراق؟ سيقال ابن العلقمي وانتهى الأمر، وكأنما باقي الدول وكل الدول قد أغلقت الحدود ولم تسمح لقوات الاحتلال بالمرور من خلالها، لا القوات البرية ولا القوات البحرية ولا القوات الجوية، ولم يدعموا تلك الدول لا بالجنود ولا بالمعلومات الاستخباراتية ولا بالأموال. وبالرغم من أن هذه القضية واضحة الكذب والافتراء ومخالفة جدا للحقيقة وللواقع، ومع هذا يأتيك تحت عنوان المحلل الاستراتيجي والخبير الاستراتيجي ويؤلف سالفة عجائز، ويرجع القضية إلى ابن العلقمي، يرجع القضية إلى البعد التاريخي، إلى ابن سبا، إلى المجوس، إلى الصفويين، إلى أبناء العلاقم، إلى الرافضة. لاحظ، هل يوجد استخفاف بالعقل؟ وهل يوجد عقول فارغة أدنى من هذا المستوى؟ لا يوجد بكل تأكيد. إذن الحصار مقام على بغداد، المؤامرة تم على بغداد وخليفة بغداد، حكام العرب، الحكام المسلمون في صراع فيما بينهم، متحالفون مع المغول، متحالفون مع الفرنج. وبعد هذا عندما يسقط ويهان ويهدم البيت المقدس يقولون ابن العلقمي، وعندما تسقط بغداد وخلافة بغداد يقولون ابن العلقمي. أحداث القذة بالقذة، ما قيل هناك يقال هنا، عقول متحجرة هناك، عقول متحجرة هنا، خيانة هناك، خيانة هنا. يقول أقبل هناك وفي المغول والترك والكرج ومدد من ابن عمي بركه، لم يبقي شيئا، أتى بالتتار وبالترك وبالكرج وبالمسلمين، لؤلؤ وأصحاب لؤلؤ، أي بالكرد وبالعرب، الجميع قد اشترك في غزو بغداد، الجميع قد تحالف مع هناك في دخول بغداد. يقول ومدد من عسكر لولو عليهم ابنه الملك الصالح، فنزلوا بالجانب الغربي وأنشأوا عليهم سورة، وقيل بل أتى هلاك البلد من الجانب الشرقي وقتل بايجانوين نائب هلاكو. لاحظ من الذي قتله، لاحظ هذا هو سلوك هلاكو، هذا هو بطش هلاكو. يعني فقط أن تتصور من هذه الحادثة، هل تتوقع بأن ابن العلقمي اقترح الصلح بين هلاكه وبين الخليفة واتفقوا على النصف، وبعد ساعات ابن العلقمي يضحك على هلاكه ويسخر بهلاكه ويستخف بهلاكه ويقول له إذا تم هذا الصلح فسيتمكن الخليفة بعد ذلك فيجب قتل الخليفة؟ كيف يتجرأ؟ لاحظ، هذا نائب وقتل بايجونيون نائب هلاكه في المعركة، في أرض المعركة، في حال القتال قتله. لماذا؟ يقول اتهمه هلاك بمكاتبة الخليفة. ما هو التفصيل؟ ما هي المكاتبة؟ ما هي صحة المكاتبة؟ مع هذا قتله. لاحظ، هذه هي شخصية هلاكو، هذا هو بطش وجبروت هلاكو. هل يقف أمامه ابن العلقمي ويقترح عليه؟ يا عقول فارغة. يقول رجع هلاك بالسبي والأموال إلى أذربيجان، فنزل إلى خدمته لؤلؤ فخلع عليه ورده إلى الموصل، ونزل إليه ابن سلايا. لاحظ، أتاه لؤلؤ، خلع عليه وأمضاه في مملكته وفي سلطانه، فصار لؤلؤ أميرا، صار خليفة، صار إماما، صار أمير مؤمنين، بيمن بإمضاء هلاكو، بشرع هلاكو، بتشريع هلاكو، برسالة هلاكو السماوية، هو الذي عين لولو. هذا هو حال الحكام المسلمين في ذلك الزمان. ويقولون الحكام العرب الآن، الدواعش المارقة يتهمون الحكام العرب بالعمالة. من الحكام العرب الآن يفعل وفعل مثل ما فعل أولئك الحكام؟ أئمة المارقة، أئمة الدواعش. لا يوجد من وصل بفعله إلى ما فعل أولئك الأئمة وأولئك الحكام
الذين يقر ابن تيمية بأنهم من أهل التقديس ومن الدول القدسية ومن أولياء الأمور الذين يفترض طاعتهم وتفترض طاعتهم. لاحظ كيف يتصرف هلاكو. يقول ونزل إليه ابن سلايا فضرب عنقه وبعث عسكرا وحاصروا ما يفارقين وبعث رسولا إلى الناصر وكتابه. لاحظ بعث رسولا إلى الناصر وكتابه ماذا قال له؟ كتاب هلاكو إلى الناصر إلى الملك إلى السلطان الصلاحي القدسي ماذا قال له؟ التفت كيف يتحدث هلاكو، ما هي لغة هلاكو، ما هو أسلوب هلاكو. يقول في كتابه خدمة ملك ناصر طالع عمره، إنا فتحنا بغداد واستأصلنا ملكها وملكها، وكان ظن إذ ظن بالأموال ولم ينافس في الرجال أن ملكه يبقى على ذلك الحال. يعني لاحظ وصف الحال، يعني هناك هنا أعطانا سبب وحقيقة سقوط الخلافة. يقول هذا جمع الأموال واعتز بالأموال وكدس الأموال ولم يهيئ الرجال، فيقول توقع بأمواله باكتنازه للأموال وبامتلاكه للأموال سيبقى على ما هو عليه. يقول وكان ظن إذ ظن بالأموال ولم ينافس في الرجال أن ملكه يبقى على ذلك الحال، وقد على قدره ونما ذكره. يقول فخسف في الكمال بدره، إذا تم أمر بدا نقصه، توقع زوالا إذا قيل تم. ونحن والكلام والرسالة والكتاب من هلاكو إلى الناصر، يقول له ونحن في طلب الازدياد على ممر الآباد، فأبدي ما في نفسك وأجب دعوة ملك البسيطة. التفت، يقول له وأجب دعوة ملك البسيطة ملك الأرض. هذا هو تفكير زعماء المغول، هذا هو تفكير قادة المغول، كل منهم يعتقد في معتقده أنه ملك العالم ملك البسيطة. يقول له وأجب دعوة ملك البسيطة تأمن شره وتنل بره، وأجب دعوة ملك البسيطة تأمن شره وتنل بره، واسعى إليه ولا تعوق رسولنا والسلام. أقول هذا هو نهج هلاكو، هذا هو نهج هلاكو ومن ورائه قادة المغول وسلاطينهم، فمنذ بدء تخطيطهم وتحركهم لغزو بلاد الإسلام قرروا وأعلنوا أنهم يرحمون من يستجيب لهم ويطيعهم ويعلن الولاء لهم ويدفع الجزية لهم، فيبقى هو ورعيته دون أن يمسهم ضار. وأما من لا ينقاد لهم فالإبادة الجماعية لهم ورعيته والخراب والدمار للبلاد. يكمل الذهبي يقول ذكر جمال الدين سليمان بن رطلين الحنبلي قال جاء هلاكو في نحو 200,000 ثم طلب الخليفة فطلع معه القضاة. لاحظ ثم طلب الخليفة، هلاكو طلب الخليفة فطلع معه القضاة، وهذا حنبلي، هذا حنبلي يا ابن تيمية، هذا من أئمتك. يقول فطلع معه القضاة والأعيان في نحو من 700 نفس، فمنعوا وأحضر الخليفة ومعه 17 كان أبي منهم، وضرب رقاب سائر أولئك، فأنزل الخليفة في خيمة و17 في خيمة، قال أبي فكان الخليفة يجيء إلينا في الليل ويقول ادعوا لي، قال فنزل على خيمته طائر فطلبه هلاكو فقال أيش عمل هذا الطائر وما قال لك، ثم جرت له محاورة معه وأمر به وبابنه أبي بكر فرفس حتى مات، وأطلق 17 وأعطوها النشابة فقتل منهم 2
وأتى الباقون دورهم فوجدوها بلاقع. تعليق: هولاك طلب الخليفة أن يحضر إليه بنفسه. إذن إمام من أئمة التيمية ابن رطين الحنبلي وسليمان ابن رطين الحنبلي هو الذي يقول هولاك طلب الخليفة أن يحضر إليه بنفسه فاستخف به وسخر منه وأهانه وتحاور معه ومع ابنه فقتله. وفي نفس الوقت أطلق سراح 17 فيما قطع رقاب باقي 700. فهولاك قد وضع ضوابط معينة على أساسها يقتل من يريد ويترك من يريد ويأسر من يريد، ولهذا اختلف حكمه على عائلة الخليفة نفسه، فقتل الخليفة وأولاد الخليفة، فقتل الخليفة وأولاده وأبقى على أحد أبناء الخليفة، والذي صار لاحقا قائدا وأميرا يعمل تحت سلطة المغول. يكمل يقول: وأنبأني الظهير الكازروني في تاريخه قال: وقتل ابناه أحمد وعبد الرحمن وبقي ولده مبارك وفاطمة وخديجة ومريم في أسر التتار. قلت أي ذهب يقول: وله ذرية إلى اليوم بأذربيجان. هذه الذرية تابعة لولده، لولد الخليفة مبارك الذي أبقاه هولاك ولم يقتله. يقول: وانقطعت الإمام العباسية 3 سنين وأشهر بموت المستعصم. استفهام على قوله يقول: وانقطعت الإمام العباسية 3 سنين وأشهر بموت المستعصم. أقول استفهام: إذا لم يكن شرابي ودويدار قد قتل السلطان خفاجي العباسي، إذا لم يكن قد قتل السلطان خفاجي وكان قد خرج إلى العربان، فأين هو من الأحداث وما بعد الأحداث؟ ولماذا لم يظهر بعد ذلك لتولي الخلافة وهو أولى بها؟ في وقته هو أولى بها وحصلت عليه مؤامرة الانقلاب من شرابي ودويدار، فكيف إذا ذهب الجميع فهو أولى بها بكل تأكيد. المورد 6، لنأخذ صورة عن سبب وبداية التحرك المغولي التتري نحو البلاد الإسلامية من خلال ما كتبه ابن كثير في البداية والنهاية. الآن ماذا قال ابن كثير عن تحرك التتار؟ إذن في البداية والنهاية الجزء 13 يبدأ في صفحة 82. قال ابن كثير: ثم دخلت سنة 1616، سنة 616 هجري، ظهور جنغس خان وعبور التتار نهر جيحون، وفيها أي في سنة 616 هجري، وفيها عبرت التتار نهر جيحون صحبة ملكهم جنغس خان من بلادهم، وكانوا يسكنون جبال طمغاج. التفت جيدا، الكلام عن جنغس خان هو جد هولاكو، حتى تكون الصورة واضحة عندكم. يعني عندما ننتقل نحن من جنغس خان إلى هولاكو، يعني قد مررنا بسنين طويلة حتى وصلنا إلى هولاكو، ونحن نذكر عادة عندما نقتبس نذكر السنة التي وقع فيها الحدث أو الأحداث. وفيها عبرت التتار نهر جيحون صحبة ملكهم جنغس خان من بلادهم، وكانوا يسكنون جبال طمغاج من أرض الصين. إذن أين كانوا؟ كانوا في الصين، ولغتهم مخالفة للغة سائر التتار، وهم من أشجعهم وأصبرهم على القتال، وهم من أشجعهم وأصبرهم على القتال. هؤلاء مثل الأعراب، هؤلاء مثل المارقة. يعني أيضا دعوة من هنا، الآن أنا أطلب من الباحثين، من الأساتذة، من أصحاب الدراسات العليا ليراجعوا هذا، لتكتب رسائل بهذا الخصوص. هل أن الفرنج والمغول جنغس خان وقادة المغول من أبناء جنغس خان وعائلة جنغس خان، والمغول
المارقة الدواعش الخوارج في هذا الزمان وفي ذاك الزمان، هل يشترك هؤلاء بصفة الأعراب، بصفة الأجلاف، بصفة الذئبية وقساوة القلب؟ هل هؤلاء يشتركون بالصفة التي حذر منها الشارع المقدس، الذين يتصفون بأنهم أعراب ليس عندهم وليس في فكرهم إلا القتل والتقتيل والدماء والإرهاب؟ ولهذا ابن كثير من أبناء ابن تيمية وعلى المنهج التيمي وإمام المارقة يتحدث عن شجاعتهم وعن صبرهم على القتال. هل هذه الصفة مشتركة ومشتركة بين دواعش الإسلام ودواعش الفرنج ودواعش الصين والمغول والتتار؟ هل يشترك مارقة الإسلام مع مارقة الفرنج، مع مارقة الصين، مارقة التتار ومع غيرهم من المارقة؟ مجرد فكرة محتملة ممكن التأكد منها من يبحث في هذا الأمر ومن يريد البحث في هذا، وأيضا يكون لهذا البحث ولهذا التشخيص ولهذا التحديد للداء ولهذا التأصيل للداء كي نحدد ونشخص الدواء الصحيح والاستئصال الصحيح لهذه الغدة الداعشية الإرهابية القاتلة، سواء كانت هذه الدعشة القاتلة والإرهابية وهذه الفئة المارقة سواء انتسبت إلى الإسلام أو إلى المسيحية أو إلى اليهودية أو إلى باقي الديانات والأفكار والتوجهات. يقول: وهم من أشجعهم وأصبرهم على القتال، وسبب دخولهم، يقول ما هو سبب دخولهم نهر جيحون؟ وسبب دخولهم نهر جيحون أن جنكيز خان بعث تجارا له ومعهم أموال كثيرة إلى بلاد خوارزم شاه يبتضعون له ثيابا للكسوة، فكتب نائبها إلى خوارزم يذكر له ما معهم من كثرة الأموال، فأرسل إليه. ماذا قال له؟ لاحظ نفس الكلام الآن، نفس ما جرى هناك يجري هنا، ويقول: من أين الإرهاب ومن أين القتل ومن أين التقتيل؟ لاحظ الآن يأتي بعض الصحفيين، بعض الأخصائيين، بعض الأشخاص في منظمات الإغاثة الإنسانية، بعد أن انقطعت السبل بالمهجرين والمهاجرين والنازحين والمظلومين المسلمين من السنة والشيعة، يأتي الصليبي، يأتي المغولي، يأتي الإلحادي، يأتي الوثني، يأتي اليهودي، يقدم المساعدة لهؤلاء المساكين. حركه ضميره، حركه دينه الذي يعتقد به، فجاء هذا الإنسان، حركته المهنة التي هو يعمل بها، فجاء هذا الإنسان لتقديم المساعدة. ماذا يفعل به؟ يختطف ويقتل. هل يوجد جريمة أقبح من هذه الجريمة؟ لاحظ، هذه جريمة لها أصل، لها تأصيل، لها أصول، لها تشريع مشرعا من أئمة التيمية، من ابن تيمية، من أئمة المارقة. كل الحلول العسكرية فاشلة، يقطع قرن للمارقة وتخرج قرون عليكم، يخرجون لكم من بيوتكم، من تحت بيوتكم، إذا لم تستأصل هذه الغدة فكريا وعقائديا ومن أساسها ومن تأصيلاتها ومن جذورها تستأصل. لا تتم أي معالجة عسكرية إذا لم تدعم وتقرن بالمعالجة الفكرية العقدية. التفت جيدا، تجار أتوا إلى بلاد مسلمين، الله أكبر، لكن الغدر والسرقة وحب المال والجريمة والإرهاب مترسخ، معشعش، مستحكم فيهم وفي عقولهم وفي أنفسهم وفي سلوكهم. يقول: وسبب دخولهم نهر جيحون، لاحظ من أين أتى البلاء على المسلمين؟ بسبب هذه الحادثة. يقول: وسبب دخولهم نهر جيحون أن جنكيز خان بعث تجارا له ومعهم أموال كثيرة إلى بلاد خوارزم شاه
إلى بلاد خوارزم شاه يبتضعون له ثيابا للكسوة اللي هلاكه، فكتب نائبها إلى خوارزم يذكر له ما معهم من كثرة الأموال، فأرسل إليه بأن يقتلهم ويأخذ ما معهم سراق خونة أهل غدر كالدواعش في هذا الزمان، كالمارقة في هذا الزمان، فأرسل إليهم بأن يقتلهم ويأخذ ما معهم، ففعل ذلك. أقول أنه مكر وغدر، وهو نفس ما تفعله عصابات داعش المارقة الآن في اختطاف الناس الأبرياء من هذه الطائفة أو تلك أو هذه القومية أو تلك أو هذه الديانة أو تلك، وتسرق وتسلب ما عندهم فتقتلهم أو تطالب بفدية عنهم، وكذلك يفعلون بموظفي إغاثات إنسانية أو بإعلاميين وغيرهم، فأفعالهم لها أصل وتأصيل ومنهج، ومنهج ابن تيمية وابن تيمية متجذر، ومنهج أبناء تيمية متجذر. وهل اكتفى خوارزم بما فعل؟ يكمل ابن كثير يقول: فلما بلغ جنكيز خان خبرهم أرسل يتهدد خوارزم، ولم يكن ما فعله خوارزم شاه فعلا جيدا. التفت جيدا من المتكلم، من الراوي؟ ابن كثير، امام مارق بامتياز، امام توحيد اسطوري، امام داعشي، امام تكفيري ارهابي قاتل. لاحظ كيف يتعامل مع هذه الجريمة، مع هذا الغدر، مع هذا القتل، مع هذا الارهاب، مع هذه الدعشنة. اقول قال: لم يكن فعلا جيدا فقط وفقط، لكنه هذا لاحظ ليس بجيد، لكنه ليس قبيحا ولا محرما، فهو مباح وجائز ومقبول وراجح وربما حسن، لكنه غير جيد. أصل تشريعي تيمي ابن تيمي مارق، تيمي ابن تيمي ابن تيمية مارق في قطع الطرق وخطف وسلب ونهب وبقر البطون وقطع الرقاب على نهج المارقة الخوارج. قال ابن كثير: فلما تهدده أشار من أشار على خوارزم بالمسير إليهم، فسار إليهم وهم في شغل شاغل بقتال كشني خان. التفت جيدا، قتل هؤلاء، استغل انشغال هؤلاء بقتال آخرين، لأننا سنعلم بأن المسافة بين خوارزم وهؤلاء مسافة طويلة للوصول إلى هناك، يقول تقدر بأشهر حتى يصل إلى ذاك المكان ويعلم بأن هؤلاء كان مشغولا بالقتال، لكنه عنده الجواسيس، عنده الاستخبارات، فاستغل هذه القضية وهذه النقطة. يقول: فلما تهدده أشار من أشار على خوارزم بالمسير إليهم، فسار إليهم وهم في شغل شاغل بقتال كشني خان، فنهب خوارزم شاه أموالهم وسبى ذراريهم وأطفالهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: فنهب خوارزم شاه أموالهم وسبى ذراريهم وأطفالهم، وسبى ذراريهم وأطفالهم. لا يوجد هنا لا اعتداء من المغول ولا من التتار، ولا يوجد تهديد على المسلمين، كانوا عبارة عن أناس وعبارة عن ناس مسالمين أتوا للتجارة، قتل التجار، وكان المغول كان التتار منشغلين بقتال آخرين غير مسلمين من الكافرين، فأيضا ذهب خوارزم السلطان الخليفة الإمام القدسي المقدس، فاعتدى على النساء والأطفال، فنهب أموالهم وسبى ذراريهم وأطفالهم. وهلاك طاغية، سلطان متمكن متغطرس مجرم قاتل، هل يسكت؟ لاحظ من هنا بدأ البلاء. أقول سلب ونهب على النهج الداعشي المارق وله تأصيل وشياع، فأقبلوا إليه محروبين
فاقتتلوا معه 4 أيام قتالا لم تسمع بمثله. أولئك يقاتلون عن حريمهم، عن تجارهم، عن نسائهم، عن ذراريهم، عن أطفالهم. هؤلاء المغول، أولئك يقاتلون عن حريمهم والمسلمون عن أنفسهم، يعلمون أنهم متى ولوا استأصلوهم. فقتل من الفريقين خلق كثير، حتى إن الخيول كانت تزدق في الدماء، وكان جملة من قتل من المسلمين نحو من 20,000، ومن التتار أضعاف ذلك. التفت، 20,000 قتيل من المسلمين خلال 4 أيام، ثم لحقهم أضعافهم وأضعافهم بسبب حب المال واغتصابه من التجار التتار الآمنين في بلاد المسلمين والغدر بهم وقتلهم. وهكذا كل الصراعات والنزاعات والحروب الطاحنة الداخلية والخارجية عبارة عن صراعات سلطوية مالية لا مدخل للدين فيها إلا على نحو التوظيف والأدلجة، إلا على نحو التوظيف لصالح هذا الفاسد أو ذاك. إذن لا متخيل الدين فيها إلا على نحو التوظيف والأدلجة لصالح هذا الفاسد أو ذاك، وتبرير فساده وإفساده وإجرامه لا أكثر. فجعلوا من الدين والإسلام نقمة على الناس، لا رحمة، لا سلام وأمان. قال ابن كثير: ثم تحاجز الفريقان وولى كل منهم إلى بلاده، ولجأ خوارزم شاه وأصحابه إلى بخارى وسمرقند، فحصنها وبالغ في كثرة من ترك فيها من المقاتلة، ورجع إلى بلاده ليجهز الجيوش الكثيرة. فقصدت التتار بخارى وبها 20,000 مقاتل، فحاصرها جنكيز خان 3 أيام، فطلب منه أهلها الأمان فأمنهم ودخلها، فأحسن السيرة فيهم مكرا وخديعة. وكأن خوارزم ليس عندهم مكر ولا خديعة، ولم يقتل التجار وليس بغادر، وانتهى الأمر. يقول: فأمنهم ودخلها فأحسن السيرة فيهم مكرا وخديعة، وامتنعت عليه القلعة فحاصرها، واستعمل أهل البلد في طم خندقها. وكانت التتار يأتون بالمنابر والربعات فيطرحونها في الخندق يطمونه بها، ففتحوها قصرا في 10 أيام، فقتل من كان بها. ثم عاد إلى البلد فاصطفى أموال تجارها وأحلها لجنده، فقتلوا من أهلها خلقا لا يعلمه إلا الله عز وجل، وأسروا الذرية والنساء، وفعلوا معهن الفواحش بحضرة أهلهن. فمن الناس من قاتل دون حريمه حتى قتل، ومنهم من أسر فعذب بأنواع العذاب، وكثر البكاء والضجيج بالبلد من النساء والأطفال والرجال. ثم ألقت التتار النار في دور بخارى ومدارسها ومساجدها، فاحترقت حتى صارت بلاقع خاوية على عروشها، حتى صارت بلاقع خاوية على عروشها. ثم كروا راجعين عنها قاصدين سمرقند. تنبيه: غدرته خوارزم وهرب أمام التتار، وترك البلاد والعباد تحت إرهاب التتار وسيوفهم وهمجيتهم وانتهاكهم المحرمات وقبحهم وفسادهم. وأما باقي سلاطين الإسلام فنذكر صورة واحدة تكشف لنا ما عليه سلاطين الدولة الصلاحية القدسية كما يصفها منهج ابن تيمية، ولنطلع على باقي كلام ابن كثير لنعرف حقيقة ما كان. وذكرنا أيضا موارد كثيرة لانشغال السلاطين بصراعاتهم وبخياناتهم. ثم قال ابن كثير: وفي مستهل هذه السنة، في سنة 616، خرب سور بيت المقدس
أمر بذلك المعظم خوفا من استيلاء الفرنج عليه، فشرع في تخريب السور في أول يوم المحرم، فهرب منه أهله خوفا من الفرنج أن يهجموا عليهم ليلا أو نهارا، وتركوا أموالهم وآثاثهم وتمزقوا في البلاد كل ممزق، وضج الناس وابتهلوا إلى الله عند الصخرة وفي الأقصى، وهي أيضا فعل شنعاء من المعظم مع ما أظهر من الفواحش في العام الماضي. ومع هذا فهو إمام وأمير المؤمنين ومفترض طاعة ومن الدولة الصلاحية القدسية المقدسة. يقول: وفيها استحلبت الفرنج على مدينة دمياط ودخلوها بالأمان، فغدروا بأهلها وقتلوا رجالها وسبوا نساءها وأطفالها وفجروا بالنساء، وبعثوا بمنبر الجامع والرباعات ورؤوس القتلى إلى الجزائر، وجعلوا الجامع كنيسة. وقال: وفيها في سنة 616، والكلام للذهبي في سنة 616 هجري، غضب المعظم على القاضي زكي الدين بن الزكي، وسببه أن عمته ست الشام بنت أيوب مرضت في دارها التي جعلتها بعدها مدرسة، فأرسلت إلى القاضي لتوصي إليه، فذهب إليها بشهود معه فكتب الوصية كما قالت. فقال المعظم: يذهب إلى عمتي، يعني يهدد القاضي، يقول قال المعظم: يذهب إلى عمتي بدون إذني ويسمع هو والشهود كلامها. وكان المعظم يبغض هذا القاضي من أيام أبيه، فعند ذلك أرسل المعظم إلى القاضي ببقشة فيها قباء وكلوتة، القباء أبيض والكلوتة صفراء، وقيل بل كانا حمراوين مدرنين. لاحظ، أراد أن ينكل بالقاضي. يقول: وحلف الرسول عن السلطان ليلبسنهما ويحكم بين الخصوم فيهما، فلم يستطع القاضي إلا أن يلبسهما وحكم فيهما، ثم دخل داره واستقبل مرض موته، وكانت وفاته في صفر من السنة الآتية بعدها. لاحظ كيف يستخف بالقضاة، مات من القهر من الظلم الذي وقع عليه، ومع هذا يبقى الخليفة، يبقى المعظم إمام وخليفة وأمير مؤمنين وولي أمر المسلمين ومفترض الطاعة ومغفور له، يبقى مغفورا له وأمير مؤمنين وأمير المؤمنين ومفترض الطاعة ومن حكام وسلاطين الدولة القدسية المقدسة. قال ابن كثير: وكان الشرف بن عنين الزراعي الشاعر قد أظهر النسك والتعبد، ويقال إنه اعتكف بالجامع أيضا، فأرسل إليه المعظم للجامع. لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن الدواعش المارقة يحرضون على الحكام، على الحكام العرب، على الحكام المسلمين. من الحكام العرب من سمع، من قرأ، من شاهد، من توثق بأن الحكام العرب فعلوا مثل ما فعل حكام الدولة القدسية، دولة ابن تيمية ومنهج ابن تيمية؟ التفت ماذا فعل؟ قال: أظهر النسك والتعبد. هذا ابن عنين الزراعي، الشرف بن عنين الزراعي الشاعر قد أظهر النسك والتعبد، ويقال إنه اعتكف بالجامع أيضا، فأرسل إليه المعظم بخمر ونرد ليشتغل بهما. اعتكف بالجامع اعتكاف، يستخف به وبالجامع وبالحرمات، يرسل إليه الخمر والنرد، يقول: تلهى بهذه، اشتغل بهذه. فكتب إليه ابن عنين: يا أيها الملك المعظم، سنة أحدثتها تبقى على الآباد،
يا أيها الملك المعظم، سنة أحدثتها تبقى على الآباد، تجري الملوك على طريقك بعدها، خلع القضاة وتحفة الزهاد، وهذا من أقبح ما يكون أيضا، والكلام لابن كثير. أقول ومع ذلك فإنها دولة قدسية وتبقى قدسية حسب كلام ابن كثير ومنهج ابن تيمية، ويبقى المعظم خليفة وإمام وأمير مؤمنين ومفترض طاعة، وعلى الإسلام والمسلمين السلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد.